كورنيش المقطم، المكان ده حرفيا حاجة كده وهم هيفصلك وياخدك في مود تاني بعيد. الناس اللي ما تعرفش كورنيش المقطم هو فوق هضبة المقطم، أقرب مكان توصل منه لكورنيش المقطم عن طريق السيدة عيشة. المكان رايق وقعدته حلوة جدا، والأسعار هناك متوسطة، مش هنقول رخيصة ومش هنقول غالية. في أماكن كتير هناك مناسبة جدا للعائلات، وأماكن أكتر مناسبة جدا للشباب. أحلى وقت تطلع فيه كورنيش المقطم هو وقت الشروق أو وقت الغروب، المنظر هناك خيالي بجد. أنت من هنا هتشوف القاهرة كلها حرفيا، هتقدر تشوف من هنا برج القاهرة والأهرامات والقلعة وحاجات تانية كتير. جربوا تروحوا تقعدوا هناك، هتتبسطوا جدا وتدعولي. اتأكدوا إنكم عملتوا لايك للفيديو ده وعاملين اشتراك في القناة ومفعلين زر الجرس. ولو رحت المكان قبل كده احكي لنا عن تجربتك في الكومنتات وقول لنا رحت مع مين.